زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يمهد الطريق لعودته إلى المشهد السياسي. الملف بعد الفاصل. إذن يمهد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر الطريق لعودته إلى المشهد السياسي بعد عامين من اعتزاله العمل السياسي وقرار الغياب عن المشهد برمته. قرار الصدري جاء بعد لقاء جمعه مع المرشد الأعلى علي السيستاني في شهر أذار مارس الماضي. وفق مراقبين أكدوا أيضا أن عودته قد تكون في الانتخابات البرلمانية العام المقبل. أرحب بضيفي من بغداد الباحث والأكاديمي في العلوم السياسية الدكتور خالد عبد الإله. دكتور خالد أهلا بك بداية، ما الذي بوجهة نظرك قد رآه السيد مقتدى الصدر يتغير حتى يقرر العودة من جديد إلى المشهد السياسي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لكم ولجميع مشاهدي قناة المملكة الأردنية وشاكر لهذه الاستضافة. أتوقع بأن السيد مقتدى الصدر استقرأ الواقع السياسي جيدا ولاحظ بأن هنالك فراغا سياسيا كبيرا في المشهد السياسي من ناحية، وأيضا ما يتعلق بتنظيمات وكوادر الذي نجح كثيرا في عملية الترتيب والتنظيم والتهيئة بالشكل الذي يمكن من خلاله نتحدث عن مرحلة جديدة، مرحلة يختلف عنها التيار الصدري وكتلة الأحرار وسائرون فيما يتعلق بطرحه للتيار الوطني الشيعي بمسمى جديد وبرؤية جديدة عبر الفضاء الوطني الذي يمكن من خلاله أن يؤسس إلى مرحلة جديدة. قد يكون الظروف السياسية التي عصفت بمرحلة انتخابات 2021 وعدم الوصول إلى مرحلة تؤهل التيار الصدري لنشكل حكومة في صراع سياسي بلغ مراحله الخطيرة وصولا إلى الصدام في داخل أروقة المنطقة الخضراء. أنا أتوقع مرحلة الاعتزال ومرحلة التهيئة والتكيف وبناء التيار الصدري من الداخل مرة ثانية والحديث عن مسمى جديد يمكن من خلاله أن يحقق رؤية التيار الصدري في علاقات المتوازنة مع قوى سياسية قد تكون شيعية أو سنية أو كردية هي تكون مرحلة للاستعداد لانتخابات 2025 التي سوف تكون مرحلة فاصلة مهمة جدا برؤية جديدة وبنهج جديد سعى عليه السيد مقتدى الصدر في إطار العامين الماضيين. طيب هو يريد تحضيرات أو عودة يريد أن تكون قوية دكتور خالد، ما الذي يعد لذلك حتى يعود قويا ويظفر بتشكيل الحكومة بعيدا عن الخلافات وما تبعناه خلال الانتخابات الماضية؟ أول شيء نتوقع تحدث السيد مقتدى الصدر ودخل في إطار الحديث عن ترتيب أوراق التيار الصدري من الداخل، بمعنى أن هنالك حديث عن بناء قياداته وبناء من ينتمي إلى التيار الصدري في المحافظات الوسطى والجنوبية وحتى في بغداد، والحديث بأن التيار الصدري هو ليس مكسب أو من يريد أن يصل إلى السلطة عليه أن يذهب إلى التيار الصدري. التيار الصدري عبارة عن منهج وفكر ورؤية، وبالتأكيد أن يلتزم بمبادئ المرجع الديني الراحل محمد صادق الصدر، وأيضا بما يتعلق بمرحلة ما بعد 2003 والاتهامات المتبادلة التي كانت تتجه نحو التيار الصدري في إطار خصوم السياسيين على مستوى البيت الشيعي بالدرجة الأولى. المرحلة نتوقع عندما تم الحديث عن التهيئة بشكل حقيقي وواقعي سوف يؤدي بشكل حقيقي إلى الحديث عن المرحلة الجديدة اللي هي مرحلة التحالفات، وهنا أنا أتوقع سوف لا يختلف التيار الصدري في رواه أو علاقاته مع القوى السنية أو القوى الكردية، لأن سابقا دخل في إطار الحديث عن تحالفات ولكن هذه التحالفات لم تمضي إلى عملية تشكيل النصف زائد واحد الذي يضمن له تشكيل هذه الحكومة. أنا أتوقع المرحلة اللاحقة سوف تجذب بعض القوى السياسية على مستوى البيت الشيعي بالشكل الذي قد يؤهل التيار الصدري عندما يحصد أكثر من 73 مقعد كما حصلها في انتخابات 2021. عندما تصل عدد المقاعد إلى 100 مقعد أنا أتوقع سوف يتغير في طبيعة الخرطة السياسية الانتخابية من ناحية والتحالفية ما بين القوى السياسية على مستوى البيت الشيعي والبيت الكردي وحتى البيت السني. طيب على مستوى البيت الشيعي، يعني تعتقد أنه هذه المرة ستكون التيار الصدري منفتح على قوى سياسية في الإطار التنسيقي؟
لا بالتأكيد أنا أتوقع ما زال هنالك خلاف عميق ما بين أطراف من داخل الإطار التنسيقي والتيار الصدري، وأعتقد ما هذه الخلافات ما زالت سيد مقتدى الصدر يردد شعارات الإصلاح ومحاربة الفاسدين والمفسدين والذين أثروا على حساب المال العراقي، وبالتأكيد قد ينضوي أو يتحالف مع أشخاص يجدهم قريبين على رؤى التيار الصدري في محاربة الفساد أو مشروعه في إطار بناء الدولة، بمعنى أنه ينفتح على شخصيات قد تكون أكثر انفتاحا في رؤاها وفي أفكارها مع التيار الصدري، بعكس ما يختلف مع قوى سياسية في داخل إطار التنسيق في إطار هذا المنح. تعتقد أن بعودته والتحضيرات التي يقوم به كي تكون عودة قوية، ستشعر قوى الإطار التنسيقي تلف دولة القرون وغيرهم بقلق من تلك العودة؟ يعني بالتأكيد التيار الصدري يشكل ميزان ضابط لإيقاع المشهد والعملية السياسية لا سيما بعد 2006، ليس على مستوى البيت الشيعي وإنما حتى البيت السني والبيت الكردي، بالدليل على ذلك طبيعة التحالفات من ناحية سواء كان قبل الانتخابات أو بعد الانتخابات، وطبيعة الحديث عن مبادئ أساسية في عملية رسم طبيعة الخارطة السياسية على مستوى السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. وأنا أتوقع هذه العودة قد تكون محسوبة وأيضا ذات نوع من التعقيدات لبعض القوى السياسية في داخل الإطار التنسيقي، لأن هنا نتحدث عن جمهور للتيار الصدري الذي لم يشارك لا على مستوى انتخاب مجالس المحافظات الأخيرة التي جرت في ديسمبر من العام الماضي، وبالتأكيد أعطى أريحية كبيرة لصالح بعض القوى السياسية التي كانت تدخل في إطار تنافس وصراع مع التيار الصدري في إطار هذه المقاعد. أنا أتوقع انتخابات مجلس النواب القادم سوف تكون انتخابات ماراثونية وصراع سياسي سوف يصبح ويبلغ ذروته ما بين القوى في داخل الإطار التنسيقي لا سيما على مستوى المناطق الجنوبية والوسطى بالتحديد. تعتقد أن شعبية قوى الإطار ستتأثر جراء تلك العودة وتلك التحضيرات الجارية وإعادة التغيير، حتى الاسم تغير اليوم إلى التيار الوطني الشيعي، يعني مما قد يجلب أنصارا جدد له؟ أول شيء يجب أن نتحدث بأن لكل من القوى الشيعية لديها جمهورها، لكن التيار الصدري يتمثل بالجمهور المنضبط، الجمهور الذي يتبع السيد مقتدى الصدر، ينصاع إلى توجيهاته وإلى إرشاداته. كل من يخرج عن الإطار والمنهج الذي رسمه السيد مقتدى الصدر وخرج عن آل الصدر، أنا أتوقع كان تصدر بيانات تشير إلى بعض الشخصيات التي أثرت على حساب المال العراقي وأساءت إلى اسم السيد الصدر، وبالتأكيد هذا الأمر أنا أتوقع لا يقبله ولا يرضيه، لذلك فإنه سوف يتجه بالطريقة اللي يمكن من خلالها أن يتحدث عن تماسك الكتلة الصدرية من ناحية والإطار الشعبي إن صحنا للتعبير، وقد يكون هنالك بعض الأنصار والحلفاء الذين قد يندفعون باتجاه التيار الصدري إذا كان هنالك رؤية ومنهج يمكن من خلاله أن يكسب في هذا الجانب، لكن بالمستوى الآخر أيضا هنالك جمهور لقوى الإطار التنسيقي، وهذا الجمهور نتوقع أيضا محسوب ومدروس وذو دراية من قبل أيضا التيار الصدري، لكن هذه الانتخابات تدخل في إطار مرحلة انتخابية وسباق انتخابي الذي يستطيع أن يجمع أكثر عدد من الناخبين ويستطيع أن يثقف ويستطيع أن يعني يقبل بما يتعلق ببرنامج الذي يطرحه فيما يتعلق بالمقبولية الوطنية، نتوقع هو الذي سوف يحصد أعلى قدر من المقاعد، وبالتأكيد أنا أتوقع انتخابات 2021 الذي جرت هو كان خير مثال على ذلك. التنظيم على مستوى الانتخابات يعد التيار الصدري من أفضل القوى السياسية بعد 2006 على مستوى البيت الشيعي والكردي والسني في عملية الترتيب والتهيئ للانتخابات، لديهم ماكنة انتخابية يستطيعون أن يعرفوا ويحسبوا عدد الأصوات والمرشحين لا. الذين يمكن من خلالهم أن يدفعوا بهم إلى مجلس النواب العراقي، وهذا خلاف ما تمتلكه القوى السياسية في إطار هذا الجانب. أنا أشكرك من بغداد الباحث والأكاديمي في العلوم السياسية دكتور خالد عبد الإله، شكرا جزيلا لك. إذن بهذا نصل إلى ختام العاشرة، أشكر لكم دوما حسن المتابعة، هذه تحية وإلى اللقاء.